اسمحوا لي ان انا لا اتدخل في الشأن الداخلي لأشقائنا في تونس، لا اتدخل، لكن بقول لهم لكل الشعب التونسي، الظروف الاقتصادية صعبة جدا على كل العالم، حافظوا على بلدكم، حافظوا على بلدكم، خلي بالكم من بلدكم. طب انا بقول الكلمة دي دلوقتي ليه؟ عسى ان الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة اخد اجر ان انا وصيت بالخير، وصيت بالسلام، وصيت بالامن، وصيت بالتعمير، وصيت بالتنمية، وصيت بالاستقرار، ما وصيتش بالترويع ولا التخريب ولا التدمير ولا القتل ولا الإزاء ولا الشر ولا سعيت له. فبقول لكل اللي بيسمعني في كل حتة، خلي بالكم من بلدكم، خلي بالكم من بلدكم، ما تضيعوش بلادكم، ما تضيعوش بلادكم.